يتبع كثيرون من الرجال والنساء أنظمة غذائية مختلفة للحصول على وزن مثالي، فيعملون على حرق الدهون المتراكمة وتحديداً نسبة السعرات الحرارية التي يتناولونها يومياً، إلا أن النتيجة تكون مليئة بالمفارقات بين الجنسين، فمن يحقق الهدف أسرع، الرجال أم النساء؟ اتضح أن خسارة الرجل للوزن أسرع من النساء، حيث أن زيادة نسبة كتلة العضلات بالجسم عند الرجال تساعد على رفع معدل الحرق، فكلما زادت الكتل العضلية بالجسم زاد معدل الحرق، وذلك يختلف بشكل عام عن طبيعة تكوين النساء. وبعد كل هذا، أكد الكثير من الأطباء أن اختلاف نسب الحرق من جسم لآخر ومن مرأة إلى رجل، بحيث أن النسب الطبيعية للحرق في جسم المرأة تكون من 1600 إلى 2200 سعر حراري في اليوم، أما الرجل فيحتاج إلى 2200 إلى 3000 سعر حراري في اليوم. ولكن ما هي أبرز الأسباب التي تؤدي إلى فشل النظام الغذائي؟